القيامة وتلقاء خالك وباطل القبر مثواك إلى يوم القيامة. اذكر العهد الذي خرجت به من دار الدنيا الفانية وقدمت به على ربك على دار الآخرة الباقية وهي شهادة أن لا إله إلا الله. واعلم يا عبد الله أن في هذا الوقت العظيم الشان يأتيانك ملكان شفوقان رفوقان وهما لهذه الأمة بالحق بشيرا ونذيرا. فإذا جاءك وسألاك وقال لك من ربك ومن الذي مت عليه فقل لهما بلسان فصيح طلقا بلا خوف منهما ولا جزع الكافي هو الله. الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والكعبة قبلتي وإبراهيم الخليل أبي والصوم والصلاة والحج والزكاة فريضتي والمسلمون والمسلمات أخواتي وإخواني وأنا وأنتم على قول عدل مخلص نشهد أن لا إله إلا الله. فإذا جاءك ثانية وقال لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك وفي الخلق كافة فقل هو محمد بن عبد الله آمنا به واتبعنا النور الذي أنزل معه. واعلم يا عبد الله أن الموت حق وأن سؤال الملكين حق وأن نزول القبر حق وأن الصراط والميزان حق وأن الله يبعث من في القبور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجل والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. لقنك الله حجتك وبيض صحيفتك وأنزلك منزلا مباركا لمثل هذا مصير الأولين والآخرين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما تفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم التوفنا بما جرت به المقادير. اللهم التوفنا بما جرت به المقادير. اللهم أرسل ثواب ذلك إليه اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه جاء في الأرض عن جنبيه كون معه ولا تكن عليه. اجعل هذه الليالي والساعات من أبرك الليالي عليه. يا من حكمت علينا وعليه بالموت إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم لين ترابه. اللهم أكرم نزله. اللهم لين ترابه ويسر حسابه واجعل من السندس الأخضر ثيابه. اللهم إنه نزل ضيفا بساحتك وأنت خير منزولا به. اللهم إنه نزل ضيفا بساحتك وأنت خير منزولا به. أكرم نزله يا أكرم الأكرمين وأنت من تكرم الضيفان عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة. اللهم انقله من مراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود وطلح منضود وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. شرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وبأسرار سورة الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اخواني الكرام اجركم الله جميعا. اجرك عظيم يا ابو علي اجرك عظيم.